الاهداف اللي سطروا المكتب ديال الفرقه ديال الفريق الحمد لله بتضافر جميع فعاليات الفريق لا الاطر التقنيه لاعبات استطاعوا حقوا الثنائي الفوز ببطوله لحد اليوم كاس ان شاء الله اللي كان كنا معازلين باش نحقوه وهو كاس السادس عشر المره بعد التتويج بالبطوله لثاني عشر المره وبالتالي كان منتظر لان كان عمل مضني كان عمل شاق للاعبات والاطر التقنيه ولا مجالس المنتخبات والسيد العامل اللي عاود دعموا الفريق وتمكن الحصول على هذه النتيجه. الحمد لله احنا كنا شاركنا في ماي في البطوله الافريقيه وفائزه بالبطوله فائزه بالكاس احنا كاينه بطوله ديال الفائزه بالكاس في كونغو برازافيل المشاركه ديالنا احنا مشاركه من اجل التجربه وتحقيق لان الفرق المشاركه والمنافسه كاينين مستوى كبير احنا حاولوا باش ناخذ التجربه المستقبل يكون احسن هذا هو الهدف ديالنا. شكون اسم نسيمة بكار لاعبه فريق الاتحاد الرياضي النواصر لكره اليد. الحمد لله اليوم حنايا جد سعيدين بالفوز بلقب كاس العرش وهو اللي كيمثل لنا ازدواجيه بالنسبه لهذا العام هذا توجنا بازدواجيه اللي هي كتمثل لنا الجهودات اللي بديناها من بدايه العام وحنا كنخدموا لا بريباراسيون باش اننا نوصلوا اليوم لهذا النهار هذا وباش نفرحوا ونفرحوا الجمهور اللي كيساندنا ونفرحوا حنا كاملين كلاعبات اللي كنتقاتلوا كل نهار والحمد لله الفريق ديالنا مفتخر بينا اليوم وحنايا عندنا مستقبل ان شاء الله كبير لاننا كنخدموا على الفئات الصغرى اللي غيمثلونا وغيمثلوا المغرب ان شاء الله من هنا لقدام وشكرا. الاستاذ وهيب خالد استاذ التربيه البدنيه مدرب الاتحاد الرياضي نواصر اكثر من 23 سنه. اليوم كنا بان المقابله غادا تكون بحال هكا لان الفريق ديال انتصار ديال عين الشوق فريق فتي ولعبنا معاه نهار السبت البطوله البلاي اوف وانتصرنا ب 10 ديال النقاط وانا كنت منتظر بان المقابله غتكون صعبه بزاف وما غتفك حتى الاخر بجزئيات صغيره. من الحمد لله التجربه ديال البنيات والثبات ديالهم والتركيز واللي خلانا نفوزوا بهذه المقابله وهي الازدواجيه رقم 16 متتاليه وهذا رقم ما عمر شي فريق في المغرب حقه وتنقول ربما بان حتى واحد ما غادي يحقه. هذيك دينا البطوله دابا 18 والكاس 16 يعني دابا 34 لقب ما شاء الله. وبمناسبة ما نبغيش نفوت نشكر السي رفيق نور الدين الرئيس الشرفي ديالنا ولا الناس ديال جماعة النواصر بالدعم ديالهم المادي وشكرا.